مش هيبقى حاجة كويسة إن إحنا نقدر نعمل طب معلش يا دكتور، سؤال عن الجيسون. هو الجيسون داتا تايب اللي موجود في ماي سيكوال ده، يعني الماكس لينس بتاعه ممكن يشيل لحد فين؟ يعني احنا ممكن نحط فيه داتا لحد فين؟ والله أنا برضو انا يعني أنا دي الموضوع حتة بسيط جدا. أنا طبعا مش عارف بالظبط، لكن هو بيعملوا لونج تكست، هو أعمل لونج تكست أهو. اللونج تكست. فأنت لما تيجي بتكريت أصلا نشوف بقى تيبل، اللونج تكست ده. انت لو جيت اتكلمت على اللونج تكست، وين هو عدنا يا دكتور. ايوه اللونج تكست، شوف بقى الرقم بقى اللي مكتوب، يعني 4 جيجا، يعني هو 4 جيجا 4 جيجا، مكتوب، يعني انسى. حاجة ما شاء خد الله. بالك ده ده سن، اكبر من الداتا بيس فايل اللي بتبقى موجوده اخرها هيا تحديد. بالك ده سن، اخرها عارفين ده سن. ده انا اقصد ان في بعض الداتا بيس فايل زي سيكوال لايت والاكسس والحاجات دي اخرها 2 جيجا، يعني هو بيقول 4 جيجا. كان زمان الكلام ده. اسمك ايه انت؟ احنا عندنا محمود فرع رمضان يا دكتور. الكلام ده كان زمان، يعني احنا اصح احنا معلش، ما انا زمان. قديم يا دكتور زي بعض، قديم شويه لا لا، ما انا سنه عارف، ما انا كبيره. كنت بقوله برضه، ما كانش حد يسمعه، انا كنت بقوله، يعني ممكن تلاقي لي حاجات انا بقول فيها كده، بس الكلام ده اتغير بقى. يعني ماي سيكوال يعني اس كيو اللي احنا بنقول عليها عبيطه دلوقتي بقت ارقام رهيبه. وصلت كام؟ مايكروسوفت اكسس اللي انت لا بتقولك صح؟ الاكسس متهيألي متمسك بال2 جيجا، مش عارف وصل لاكتر من لا كده لا ولا لا، لا. 2 جيجا تي، لا الكلام ده لا عدى والله. عدى ثواني عدى بس، ثواني بس، عدى ثواني بس، ثواني. 2 جيجا في ايه؟ ثواني بس، يعني مش بنعرف كداتا بيس نفهم فايل الكلام، يعني. نفهم الكلام بس، واحده 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 واحده، يمكن يطلع الكلام صح. احنا مثلا عندنا ده 2 جيجا كلود اوبجكتس ماينس مش عارف السبيس نيدد فور سيستم، مش عارف ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه، تمام. يعني ده تصدق اوبجكتس دي مشكله. هو مساحته ما تعديش كفايل، ما تعديش 2 جيجا. طيب تعالى مثلا العيب نشوف الاس الخطير كيو في لاين. طب الاكسس. ماشي ماشي ماشي، تعالى نشوف الاس كيو لاين. ما شاء الله. الدنيا وسعت، بس انا مش متاكد. لا لا لا، لا ده على موقع اس كيو لاين ذات نفسه. الدنيا بقت حاجه ثانيه. 140 تيرا بايت. الموضوع بقى دنيا ثانيه وبعد خالص. سيكول لايت يعني. طبعا. فرغم ان هو اصلا داتا بيز تعتبر من اضعف الداتا بيز، بس خلاص ما بقاش اضعف الداتا بيز بقى، الموضوع ده اتغير. فبقول لك الدنيا الكلام بتاعنا اللي بنثبته في دماغنا بعد فتره بايه؟ بيتغير، بيتغير بيتغير طبعا خالص، اكيد. تمام؟ فالمعلومات مش ثابته. المهم والله انت نسيت اللي كنت عايز اقوله، انتوا من اسئلتكم. احنا كنا عايزين احنا كنا شغالين في الجيسون سالاري، سيلكت كنا نعمل سيلكت سيلكت ازاي نعمل هنشوف سيلكت. السالري، كنا عايزين نعمل جوب ديسكريبشن باين ولا صح؟ دوبل ستوري السالري جيب هيستوري نشوف حتعمل. صح؟ تمام. طبعا انت ممكن تسيب السالري اللي هو الاصلي الاخير زي ما هو، وممكن لا تقول كله هيتحط في اوبجكت واحد زي ما انت عايز، يعني طبعا حسب التفاصيل بتاعك. فتقول جوب هيستوري خلاص، عشان مش متعود انا على الماي سيكوال ان يكون، قصدي مش متعود على الجيسون لازم يكون دبل كوتيشن دي، لانك لو بتكتب جافا سكريبت دايما انت متعود ان الكلام ده من غير دبل كوتيشنز، ده الحر ده العادي انت يعني. حضرتك كاتب جوب سالري يا دكتور مش جوب هيستوري. تمام، الجوب هيستوري بتاعتي هتبقى عباره عن اري صح ولا ايه؟ الاري دي هتبقى تمام. شايله ايه؟ انا عايز اشيل الجوب والايه؟ والسالري الهيد لاين. بتاعه صح؟ يعني مع بعض اي. الوظيفه دي بسعر كذا كان كذا، الموضوع بقى سهل. اهو جه هنا قايل له والله اقول له دبل كوتيشن جوب اكتب له فيها يروح له جوب. مثلا كان، نقطتين فوق بعض. هو قايل له مثلا كان انستراكتور درجه مثلا من الدرجات، ممكن احط التاريخ على فكره انا عادي، يعني يبقى كده هعمل طب ايه؟ كده كده هعمل السكوير اوبشن. براكتس دي، نعم. لسه كنت اقول لحضرتك ان السكوير براكتس دي لازم تتحط لا مش شرط، صح. لا مش شرط، زي ما عملنا، اقصد ان زي ما عملنا في الفوق كده، حطينا القيم على طول مباشره، ما عندناش مشكله. هي كده ليست اري، لكن لما نحط جوه القوسين مجموعه دول بتبقى كده اري، ديكشنري اري يعني، مش تبقى كي ديكشنري او اري، فاليو. احنا ما عندناش اسمها ديكشنري، اسمها اري اوف اوبجكتس، تمام؟ الري اوف ماشي، ليه؟ لان زي اللي احنا اصلا عملناه. بتكلم بمفهوم البايثون ديكشنري يا دكتور. ماشي ماشي فاهم، بس انا بقول لك زي دي بالظبط، هنا اري اوف اوبجكتس، تمام؟ وات اوبجكت بيتحط جوه الاري ذات نفسي. فانا قلت له جوب كان انستراكتور، ومثلا السالري كان كذا، ماشي؟ مثلا، وممكن يكون كمان
التاريخ، الكلام ده عمل ستارت ديت امتى وقف امتى مثلا. الهاير ديت، الهاير ديت مثلا. ستارت، لا ستارت ما هو مش هاير، انت دلوقتي بتقول هو عمال يتنقل، هو في نفس، هو متعين خلاص، بس هو بيتنقل طيب في لما الدرجات الوظيفيه وبيغير مرتبات، كذا فهمتني؟ يعني حضرتك فانت عملت وهكذا. فانت هنا اهو بالشكل ده انت حليت مشكله كبيره جدا. طب اقول لك على مشكله واقعيه جدا 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 في وكانت حاجه يا ترند. دكتور بعد اذنك، نعم في حاجه يا دكتور بعد اذنك، انت حضرتك مثلا كاتب جوب انستراكتور سالري 5000، ممكن في نفس الجمله اكتب جوب مثلا بروف خلاص ما هو عمال يترقى مثلا سالري نفس مثلا الجملة بقى 20000 دي تقول ايه؟ في ده نفس كده واحدة كده ده هو صح؟ جاي تمام. تقول ايه؟ والله ده كده الراجل دوت كان أول ما اشتغل عندنا مثلا، ممكن نكتب مثلا دي ستارت امتى؟ يعني الحاجات دي بدأت امتى؟ تمام استاذ. ستارت ديت مثلا، قلت له والله الستارت ديت بدأ الراجل معانا مثلا في تاريخ مثلا 1000 2000 مثلا، ماشي؟ تمام. وقمت قايل والله مش بس كده، الراجل بعد كده اترقى مثلا فخلاص مفيش مشكله، بقى مثلا دكتور مثلا، بالظبط وبقى مثلا 8 مثلا، 10000 والكلام ده حصل في مثلا 2005. 2005 مثلا، مش مشكله صح؟ لو قررت، لو قررت يا دكتور بقى الدكتور تاني جوب ودكتور تاني ونفس السطر بالظبط، هل هو الكي والفاليو بتاعه هيقول لي لا في ما مشكلة؟ حددش الكي اصلا، ما حددش اي كي، فهو بالنسبة له الدنيا بيس جدا، يعني ما عندكش مشكلة انك تيجي تعمل كده وتقوم جاي قايل اللي هو برضه هو ودكتور بس اخذ رقم جديد، مش ده اللي عايز تقوله؟ على اساس اللي كفاية هي دلوقتي انا دي اجيب. هو بص البيان ده دلوقتي في الحالة دي هو بالنسبة لك انت مش تكرار، يعني الكلام ده بالنسبه لك انت مش تكرار. يعني ايه مش تكرار؟ لان انت عايز تقول هو كان لسه على الدكتور وكان كذا كذا وكان 9000. طب انت مثلا بالنسبه لك لو كيس ثانيه وبالنسبه لك الوظيفه مش لازم تذكر في الجيسون، الدنيا جميله مش مش خالص شيء لو انت مش عايز تذكرها، فهمتني؟ خلاص انا بس الكتاب حبيت اجيب داتا محدده كده، هيجيب لي بقى يعني هجيب الداتا بتاعته ازاي؟ يعني عايز اعلم بقى طب الرو ماشي، دوت. ما هو واحده واحده، احنا الاول دلوقتي مش بنشوف طيب الاستراكشر، طيب احنا بنحل الاستراكشر وانتوا سرحتوا مع الاستراكشرز بتاعت الحاجه يعني. دكتور حضرتك عامل كوما بعد السلري مش كولوم؟ كوما بعد السلري ايه؟ مش كولوم يعني، ما بين الفاليو بتاعت السلري. دبل كوتيشن يا دكتور. تالت سطر، تالت سطر. اللي انا واقفين ده؟ سلري. اول يا دكتور عادل، من اول السالري كله حضرتك عامل كولوم ما بين السالري والفاليو بتاعته اللي هي 5000 مش كولوم. كولوم عشان تبقى بتساوي، كولوم معناها بتساوي يعني عندنا. دي قيمه ده الاتريبيوت بتاعنا، وبنقول ايكوال للايكوال بتاعتنا خلاص، ايكوال كذا. ما هو دي الكي والفاليو كنت اقصد عليه. تمام، يعني مش هي مش كي وفاليو بس، ماشي تمام. ما اقصد يعني احنا فاهمينها كده يا دكتور في الدكشنري. والله يا ابني لا يا ابني، الموضوع هنا مختلف شويه، مختلف كتير يعني، مختلف تمام. كتير جدا جدا. هنا دي بتساوي، دي معناها كولوم بتساوي عادي جدا، زي السي اس اس كده. في السي اس اس مش بتيجي تحط كولوم يعني يساوي، صح ولا ايه؟ ايوه معاك، حضرتك بتصحح لنا طبعا، يعني احنا بنقول اللي عندنا ماشي اكيد ماشي مش صح. ماشي. الموضوع بسيط، انا بقول لكم هنا معناها كده بتساوي، ودي قيمتها يعني زي الجندر بتساوي كذا. انت بقول لك عندنا لغات بتمشي كده زي السي اس اس، مش بنيجي نقول مثلا باك جراوند كالر كولون وتدي مثلا ريد، فخلاص كده بقى معروفه ان هي كانك قلت باك جراوند كالر بتساوي ريد، مش انت معناها كده ولا مش معناها كده؟ ايوه معناها كده. تمام ايوه. طيب ده كان مثلا اكزامبل بسيط. طب لو انا ما جربتش ده، طبعا انا احنا طبعا الامب اللي احنا عملناه دوت مش هينفع نسلكت منه اي حاجه، لان احنا عقدناه بما فيه الكفايه، وكل ريكورد كان بشكل يعني لدرجه ان احنا في الاخر احنا اخر حاجه كنا حاطينها ايه؟ والله ما انا عارف اخر حاجه كنا حاطينها مشكله الجسم بصراحه. مشكلته ودي مشكلة، حد يعمل ديباج لما هيحصل مشكله ديباج معين هيدور فين بقى؟ هيقعد سعيد. انت لسه مش مستوعب، دي قصه ثانيه، انت لسه مش مستوعب الخطر اللي هيحصل لك، لكن هي مش مشكلته هو، مش مشكلته هو خالص. تمام، مش مشكلته هو خالص،
انت المفترض دلوقتي، انت المفترض دلوقتي، ولا اللي احنا بنعمله ده اصلا حاجه طبيعيه، احنا كل مره بننسرت حاجه فيها تفاصيل عشان نتعلم، فانك انت في الاخر لكن مش ده اللي بيحصل. لكن في بعض الاحيان ده اللي بيحصل. يعني مثلا اديك مثال، انت مش عايزين تسيبوني انتم، انا عايز اخش على السلكتال الصغيره يا مثلا، تقولي نعرف دي بقى داتا بسيطه يعني، تعال نجرب ده. كنت متخيل كده ان هو يضرب مننا، ان احنا كبر رندر، ان احنا مش شايفين اصلا كل التفاصيل اللي احنا حطيناها. طيب احنا زودنا ايه في المثال ده؟ زودنا دي بس الجوب هيستوري صح؟ الجوب هيستوري يا دكتور، كوما هو بعد الجوب هيستوري صح؟ تمام. نزودها عشان ما ننساهاش، ايوه، عشان يبقى واه الجندر والديبند كذا. طيب المثال واقعي بيقابلنا ويبقى عندنا مشكله كبيره جدا جدا فيه واحنا شغالين كريليشنال داتابيس. تمام. المثال ده اسمه مثال، لما بنيجي نعمل مثلا مثال للملابس، وبنيجي مثلا انا بديك يعني ريل اكزامبل، في مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا كناس بتعمل ريليشنال داتابيز، وبنيجي بنبدا بقى نتحايل على الموضوع، ما بقولش ان احنا ما بنحلهاش، بنتحايل وبنمشي حالنا، بس هو بيبقى اكزامبل دائما بالنسبه لنا بيبقى فيه مشاكل. تمام. ليه؟ لان ساعات بيبقى عندنا البرودكت بتاعتنا يبقى فيها حاجه اسمها برودكت ديتيل، يعني مثلا في منتجات يبقى ليها مثلا الوزن بتاعها، في منتجات بتبقى مثلا انت ممكن تكون مثلا بتبيع في حاجات اللي هي الهايبر دي، اللي هي كل بتبقى حاجات متنوعه مختلفه، الديتيلز بتاعتها بتختلف من حاجه لحاجه. ممكن تكون بتبيع مثلا منتجات تلفزيونات جنبها مثلا موبايلات، جنبها الناحيه الثانيه مثلا اجهزه كهربائيه، وده موجود صح ولا ايه؟ هتيجي تعمل وصف للمنتج تلاقي نفسك هتخش في متاهه، الكمبيوترات ليها بروسيسور، ليها رام، ليها مش عارف، ليها سكرين سايز، ليها مثلا. لكن مثلا تيجي تقول الكلام ده مثلا للثلاجات، تلاقي الكلام ده مش هينفع اقول وعيب الكلام ده، فاهمني؟ الكلام ده ما ينفعش يتقال. او في التلفزيونات دي في حاجات تانية خالص، في حاجات في الثلاجه مثلا زي التبريد وكان مش عارف ايه، انا ما اعرفش في الحاجات دي، بس يعني اكيد فيها ديسكريبشن فعلا. ايه الاتريبيوتس مختلفه فعلا خالص، رغم ان الاساس كله واحد، اللي هو الاساس المعلومات الاساسيه عن المنتج بالاسعار بالكلام ده، تيجي تخش في الديتيلز بتاعت المنتج بتلاقي نفسك تايه. تمام. وعشان تعمل جروب لكل حاجه في الاخر تلاقي نفسك كل نوعيه منتج عايز تعمل لها تيبل في الداتابيز، تقول يا حلاوه، فاهمني؟ متخيلين الفكره؟ فالراجل لو جه بكره نزل حاجه اسمها سخان مايكرويف مثلا هيبيعه لاول مره، هينده اللي بتاع المبرمج سيادته يجي يعمل له فيلدز خاصه بيه. متخيلين الفكره؟ اكيد. ولو الواط اختلف مش عارف 1600 واط والثاني 2000 واط، لا الثاني عادي، دي فاليوز، دي فاليوز، لكن دي كلهم اسمها الواط وخلاص وخلصنا. تمام. تمام. لكن انا مثلا دلوقتي نزل منتج جديد اسمه شفاط مثلا. تمام. شفاط ده يا عم ده شفاط غبار، احنا لما كنا عملنا داتابيز وسلمنا الراجل السيستم ما كانش لسه نزل شفاط الغبار ده مثلا. هيلاقي الحاجات الاساسيه مثلا هو كام واط، هيلاقي عندنا دي ثابته. تمام. لكن مثلا عنده خاصيه الصوت مثلا، في منه شفاط بصوت منخفض، في شفاط بصوت متوسط، وفي شفاط بصوت مرتفع، هيعملها ازاي دي؟ مش ما كانش ما كناش عاملين حسبانها دي، فاهمني؟ طيب كان عاملين حاجه اسمها مثلا حاجات زي الساعه مثلا، فماشي، لا الساعه في نوع من الانواع، خد بالك، في نوع من الانواع، لا الساعه بتاعت مثلا حاويه الغبار مثلا 10 لتر مثلا، لكن مثلا السايز مثلا لكن مثلا نوع الفلتر، مش كانش عندنا حاجه اسمها نوع الفلتر، يقول لك ده في فلتر مصنوع اسفنج، في فلتر مصنوع مش عارف ايه، في قصه، فاهم ازاي؟ فعندنا التفاصيل بتاعه المنتج بالنسبه لنا احنا كبتوع الريليشنال داتابيز بنخاف منها جدا دايما. ليه؟ علشان لو احنا عايزين نعمل داتابيز محترمه بالنسبه لنا كداتابيز، يبقى لازم الاتريبيوتس ديت يبقى كل واحد ليه اصله وفصله. تمام. بس احنا فعليا ما عندناش اصله وفصله، يعني ما عندناش، بنحس باللخبطه. الجسم حدد لك المشكله دي،
هو فعلا يا دكتور انا كان معايا بروجكت تبع شركه رونين، كان في برضه كان محتاج ان هم يعملوا شوبينج زي سوق كده، فكان الاتريبيوتس بتاعتها كان كل حاجه مختلفه. هديك تلاقي مثلا التليفون كذا. حبيت اجيب لك يعني 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 ريل اكزامبل في عندنا مشكله فيه، يعني ده اكزامبل فيه مشكله كبيره جدا فيه، ما بنعرفش نحله بالريليشنال بشكل بسيط. لا الموضوع بالنسبه لنا كان عقده، كان عقده. يعني كنا بنكره اي سيستم يجي لنا فيه التفاصيل دي، يبقى الراجل عايز كل تفصيله لوحديها وعايز احصائيات على التفاصيل، اللي هي بالنسبه لنا يا عم احصائيات على التفاصيل ايه؟ ايوه اقول لك انا عايز اعرف كم واحد عندي طول السلك، سلك بكام، طول متر كام متر. اقول له ما كناش عاملين حسابها دي واحنا بنعمل سيستم معين. يقول لك لا ما دي الناس بتيجي تدور. يقول لك انا عايز مثلا يو اس بي مثلا كونكتور يكون مثلا اكتر من 10، او مايك السلك بتاع 15 متر او مش عارف ايه. ما كانش معمول حسابه خلاص، هو الراجل عايز يسيرش بيه. ايوه فاهمني؟ فدي كانت أيوه. بالظبط كان بيبقى عندنا مشكله كبيره جدا جدا. فاهم؟ كنا بنضطر نعمل اكواد ان احنا نكرييت كولومز ونلط بقى وبتاع والدنيا زي السحلبيسه جوه عشان تعرف تحل المشكله. فاهمني ازاي؟ اللي كانت المشكله ان هي كان فعلا بتعجز الريليشنال داتا بيس عن حله. بالذات لما عشان كده انا اتجهت للمونجو دي بي. ايه؟ عشان كده انا اتجهت للمونجو. طب عشان انت ما تعرفش ان الماي سيكوال بتعمل زي المونجو. صح ولا لا؟ هي ماي سيكوال انا بالنسبه لي كانت سهله وكل حاجه وبعمل جيسون وكل حاجه، بس الفكره في السلكتنج بصراحه ما جربتهاش كتير.